اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده اللي مشرفني منورني في برنامج الاشبال من اشبال النادي الاهلي، كان دايما يعني نجم وهو ناشئ، وكمان لما لعب في الفريق الاول زي ما بيقولوا من مواليد منطقه الجزاء، كان بيسدد باليمين والشمال ودماغه وكل حاجه ما شاء الله كانت فيه بتسجل، كان لاعب مميز. ده على مستوى اللعب. على مستوى التحليل الفني دايما اراؤه مثيره للجدل، فربنا يسهل ويعدي الحلقه على الف خير. برحب بضيف الكابتن احمد بلال. ازيك يا كابتن اسامه؟ وحشني والله. وحشني. الله يخليك يا رب، ومبروك وفي تالق دائم وما شاء الله من تالق للتالق يعني، وحاجه جميله الحقيقه والله. بس ما فيش اثاره للجدل ولا حاجه، احنا بس عشان ارائنا قويه شويه فالناس بتعتبرها ان هي اراء جدليه. لكن ما فيش اثاره، انا بقول الحقيقه بس، هو الناس ما بتحبش تسمع في بعض الاوقات، ما بتحبش تسمع الحقيقه كامله. بس هي دي مشكله الناس، مش مشكلتي انا الشخصيه. واحنا دايما بنحترم ارائك كابتن بلال، ودايما عندك اراء مهمه. طبعا بنعيش الحدث الافريقي والنهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه، لكن قبل ما اتكلم عن الحدث الافريقي باستفاضه عايز ارجعك لورا شويه. احمد بلال ابن النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي، انضميت للنادي الاهلي في الناشئين. انت عندك كام سنه يا كابتن بلال؟ كان 14 سنه. 14 سنه. 14 سنه، كنت جاي من الشرقيه، وكان ساعتها كابتن خالد جد الله ماسك الفرقه، وكان بيساعده كابتن ضياء السيد. بص الاسماء الكبيره يعني، احنا اتربينا على اسماء كبيره، وكابتن مختار مرني في الناشئين، وكابتن محمود صالح، وكابتن احمد عبد الباقي، وكابتن شطه لعبت برضو معاه. اسماء كبيره. لما تيجي النادي وبتشوف الاسماء الكبيره ده اسامه، بتحس، خد بالك، ان انت فعلا داخل جدران النادي الاهلي حقيقة. يعني الاسماء كبيره كنت بتتفرج عليها، بتشوفهم اسماء نجوم بتتمرن تحت قيادتهم، لما يقولوا لك على معلومه او يقول لك على حاجه فنيه بتسمع وانت مغمض عينيك. خلاص لما يجي كابتن خالد جد الله ولا كابتن محمود صالح ولا كابتن ضياء السيد او كابتن مختار يقول لك معلومه، اتحرك بالشكل الفلاني، اتحرك في الحته دي، اعمل كده، فبتسمع وانت مطمئن. طبعا مطمئن، خلاص، ما انت شفت الراجل ده بيتالق بيسجل وبيصنع وبيعمل كل حاجه في الكوره. فبالتالي انت لما بيديك نصيحه وانت صغير، ودي خد بالك يمكن ابتدى النادي الاهلي يعني الحمد لله مؤخرا اشتغل على الحته دي، حط اسماء مدربين نجوم عشان خاطر اللعيبه لما تبص لها، لان اللعيب في الاول وفي الاخر بيبص على المدير الفني او المدرب بتاعه وبيعتبر هو القدوه بتاعته، وده اللي حصل في الفتره الاخيره في النادي. وانا بتفق معاك، مهم جدا لما بيكون القدوه بتاع اللاعب اسم كبير، واللعيب حتى يعني ممكن قريب في السن او بيشوف له بعض اللقطات، فده بيفرق. قبل ما ابتدي حواري مع كابتن ميلاد عن الاشبال والناشئين وفتره وهو كان من ناشئين النادي الاهلي، تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده عن نجمنا الكابتن احمد بلال. احمد بلال جلاد الحراس، الهداف، عمله نادره، كلمات ربما تسمعها كثيرا في الملاعب الخضراء، ولكن في الحقيقه تنطبق على القليل ممن لمست أقدامهم الملاعب. أحمد بلال الجلاد واحد من تلك النوعية التي لم تجود الملاعب المصرية بمهاجم مثله، واحد من اللاعبين الذين أطلق عليهم المعلق الكبير ميم الشربيني أنه من مواليد منطقة الجزاء، ولكنه في الحقيقة تنحدر جذوره لمحافظة الشرقية. ولد أحمد بلال في شهر أغسطس عام 1980 بمحافظة الشرقية، ومن هناك تعلق الفتى الصغير بكرة القدم وزاد عشقه للأهلي. طارد حلمه الكبير منذ أن كان طفلا صغيرا حتى تحقق وانضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث لفت أنظار كل مدربيه حتى عرفه الجميع بتألقه الواضح في مونديال العالم للشباب الذي أقيم في مصر عام 97 تحت قيادة الدكتور محمد علي، وكانت هي بداية رحلة نجومية التي من بعدها استطاع أن ينافس بقوة لكي يحجز مكانه في هجوم النادي الأهلي، خاصة مع الفرصة الذهبية التي منحها له المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي في القسم الثاني من موسم 2001-2002. تألق أحمد أجوال بشكل واضح في القلعة الحمراء، محققا العديد من البطولات ومسجلا أحلى الأهداف. أحمد بلال عاشق الشباك،
جلاد الحراس معنا اليوم في الأشبال. شايفين ما شاء الله أهداف حلوة قوي في التقرير ده اللي بنشكر يعني فريق الإعداد اللي على إعدادهم للتقرير الكابتن بلال. ليه دلوقتي يعني عملة المهاجم بقت عملة نادرة دلوقتي في الدوري؟ الأول طبعا بشكر شوقي محمود على التقرير الحلو ده، يمكن هو عاصرني من وانا صغير. محمود شوقي وحكيمة وعالم بكل طبعا فريق الإعداد وعلي توحيد يعني كل الناس واحمد رشاد ويسرى طبعا مخرجتنا الجميلة في كل فريق العمل، يعني بشكرهم طبعا على التقرير والحاجات، عشان ليا حوارات كتيرة مع شوقي محمود، فهو عاصرني طبعا وعارف وعارفني كويس. يعني عايز اقول لك مشكله الهدافين يا اسامه، وانت عارف طبعا وانت هداف كبير اكيد طبعا ونجم كبير ولعبت في المكان ده وعرفت اساسيات او احتياجات المكان ده. راس الحربه للاسف بقينا بنقيمه دلوقتي راس الحربه اللي جوه ال 18 بس. يعني الناس لو رجعت كده 10 سنين لورا او 15 سنه مثلا هتعرف ان لا، راس الحربه ده مش بس اللي بيسجل اهداف، بيسجل اهداف ويصنع اهداف ويتحرك كويس بره ال 18 وجوه ال 18، ويشتغل برجله ويشتغل بدماغه ويشتغل بفكره كمان. ما بقتش موجوده للاسف في هذا التوقيت. يعني انا زمان مثلا كنا بنلعب انا وانت جنب بعض، انا ببقى جوه البوكس في وقت من الاوقات وانت تحت ال 18 والعكس في بعض الاوقات. طرق اللعب ممكن بتظلم اختلفت شويه اختلفت كتير قوي وظلمت اجيال كتير وظلمت ناس عندها امكانيات وقدرات ما بتظهرش في التوقيت الحالي. تمام، احنا يعني لما نيجي نتكلم عن الفراوده وليه هم اصبحت او ليه اصبحوا عمله نادره، اولا الفرود لازم يكون عنده شخصيه قويه داخل الملعب، لازم يكون عنده جراءه، لازم يكون عنده ذكاء داخل ال 18، لازم يكون عنده سرعه بديهه داخل ال 18، لازم يبقى عنده حاجات بخلاف موهبته الحقيقيه ان هي امتلاكه للكره وازاي يسيطر عليها وازاي ان هو يتعامل مع زمايله في الملعب، حاجات كتيره جدا. لكن انا بكلمك على الجزء العقلي، ما له علاقه بالذكاء الفرد داخل الملعب، ازاي يجيب ركله جزاء زي ما انت كنت مميز في الحته دي. لازم يعني المهاجم يكون مختلف عن كل اللعيبه، عن كل اللعيبه، لان هو ده المان تارجت اللي بتشتغل عليه، هو ده اخر محطه بتوصل لها عشان يسجل الاهداف او عشان خاطر ان هو يترجم كل الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها المدير الفني. النهارده الفرق كلها بطريقه اللعب المختلفه 4 2 3 1 بقت تخلي كل المدربين المصريين يلجأوا للعيبه الافارقه، ما لهم السرعه والقوه، السرعه والقوه. طب فين المهاره؟ مش مهم المهاره، احنا في اوقات كتيره جدا المدربين المصريين ما بيدوروش على حته المهاره في الحته اللي قدام. عشان كده قليل القليل من المهاجمين الأفارقة اللي بيسجلوا أهداف كتيرة في الدوري المصري. المهم إن أنا عايز مميزات تانية يعني ممكن ما تكونش بتاعة المكان ده، ممكن تكون بتاعة مكان تاني، بس هو عايز يوظف الحتة دي عشان السرعات والهجمات المرتدة، وكأن كرة القدم خد بالك من الحتة دي، وكأن كرة القدم اتخلقت عشان الهجمات المرتدة السريعة فقط لا غير. تمام، أنت قلت لي إنك أنت انضميت للنادي الأهلي وأنت عندك 14 سنة. 14 سنة. فاكر الحكاية والقصة؟ ده قصة عجيبة. خد بالك أنا يعني كان فرق بيني وبين عدم الانضمام ساعات قليلة. ساعات. طبعا. بص قعدت فترة مع كابتن خالد جد الله وكابتن ضياء السيد، قعدت فترة بتمرن وبلعب، وبعدين جه التوقيت بقى خلاص إن إحنا إيه؟ تخلص بقى الاستمارات. يعني تأيد أنا كنت ماضي استمارات من بدري، بس جه التوقيت يا تتأيد ويجيبوني من ديار بنجم يا خلاص بقى كل سنه وانت طيب وارجع ايه وارجع العب في الحاره تاني. المهم ايه، كان انا فاكر التوقيت طبعا، كنا يوم خميس والتسجيل يوم السبت هناك في ديار بنجم، وخلاص الدوري هيبتدي يوم الاسبوع اللي بعديه على طول، مفيش وقت يعني. وكل شويه يكلموني في الديار، ها هتلعب في الاهلي ولا هترجع لنا؟ وانا طبعا ايه مكسوف اكلم كابتن خالد جد الله، بس خلاص بقينا الخميس اخر بعد السبت. مكسوف تكلم كابتن خالد؟ مكسوف يعني. طب قول الو كده. الو الو يا كابتن خالد. كابتن خالد جد الله. كنت مكسوف تكلم كابتن خالد، قلت لك كابتن خالد على التليفون. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن خالد، حضرتك كتير يا كابتن خالد حبيبي، منورين انتوا الاثنين، وسعيد بيكم وسعيد وانا بتفرج عليكم.
الله يخليك والله مش هقول بقى، انتوا ولادي يعني، انتوا طبعا يا كابتن طبعا انت صاحب فضل علينا وعلى بلال طبعا، اتعلمنا منك كتير يا كابتن. طب بعد الله سبحانه وتعالى صاحب فضل عليا كبير جدا 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 يعني جدا. انت تستاهل كل اه والله يا كابتن يعني، لسه بحكي لاسامه عايزين نسمع منك الحكايه بقى يا كابتن خالد. الخميس والعربيه لما عملت حادثه. ما هو انت بص، انت عشان ابن حلال الله يخليك يا كابتن، ربنا برضو وقفني في طريقك. ومهم جدا نقول ان المدرب لما بيكون مدرب شخصيته سويه بتفرق كتير جدا، ان هو بيحب الخير لكل الناس وبيحب الخير بالنسبه للعيبته. فالحمد لله ان انا كنت من احد الاسباب في انضمام احمد للنادي، وهو الصراحه شرفني هو من ساعه ما جه. يعني كان هداف الفرقه وهداف منتخب مصر، وعشان انتوا جبتوا لقطه لمنتخب مصر للناشئين سنه 97 يا اسامه اللي كان ماسكه الله يرحمه المرحوم ده محمد الدكتور محمد علي. دكتور محمد علي المنتخب ده كان 8 من فرقه النادي الاهلي، من فرقته صح. يعني منتخب مصر 8 لعيبه اساسيين هم اللي بيلعبوا بيمثلوا مصر كانوا من الفرقه، فرقه كانت محترمه. وزي ما احمد بقى انا يعني مش كنت متوقع له، الحمد لله الواحد عشان عينيه كويسه فبيعرف اللعيب اللي هيكمل من بدري قوي، طالما بتتوافر فيه المواصفات السلوكيه والاخلاق، ولما بتزيد بقى الفنيات بتفرق كتير جدا. فكانت الفرقه فيها لعيبه هاني سعيد واحمد بلال كان جيل ما شاء الله مميز يا كابتن خالد. وحضرتك كنت مسافر الشرقيه العربيه اتخبطت، قلت اكمل ولا ارجع تاني اجيب اللعيب ده؟ لا انا افكر كابتن خالد بحاجه. انا كان معانا كان الله يرحمه كان المرحوم عادلي الورق معانا، فقعد يقول لكابتن خالد جدا الله ايه تعال نرجع يا كابتن نصحح العربيه، وانا عايز اقول له بكره الخميس بكره الجمعه. لا انا كملت لان احمد كان يستاهل بصراحه. الله يخليك. واحد يكمل، ربطنا الشنطه طبعا شنطه العربيه ربطناها بحبل بحبل صح. وربنا وفقني الحمد لله، جبت له الاستغناء ولعب معانا اول ماتش كان المولي العرب كان عندنا في مدينه نصر صح، جاب جونين وكسبنا مش فاكر 3 أو 4-0. كسبنا 3 كابتن صح مظبوط. كسبنا 3 وكلمت محمد علي بقى. وكان دكتور محمد علي قاعد في الماتش ده بيتفرج صح. انا اللي جبته، وانا كلمته وقلت له تعالى في راس حربه هتاخده، هو طول ما انت ماسك المنتخب هو اللي هيكسبه. وفعلا ضم احمد، واحمد بقى احمد اجوان بعد كده. الله يخليك. واسامه بقى انا برضو لازم اقول كلمتين برضو، ما اسامه من الناس اللي ان انا برضو ضميته، اول واحد ضمه المنتخب مصر الناشئين طبعا صح. واسامه برضو كان من الهدافين الكبار قوي صحيح. من اللعيبه قوي، فانا سعيد بيكم جدا بصراحه، وانا بتفرج عليكم وعمال افتكركم بقى من زمان. وانا يعني اسعد يا كابتن خالد ان حضرتك موجود معانا، يعني فرصه طبعا وحضرتك موجود معانا وحضرتك نجم كبير. عايز اسالك عن النهائي الافريقي، القمه ما بين الاهلي والزمالك، شايف المباراه ازاي؟ ويعني ابرز الرسائل والنصائح اللي ممكن الكابتن خالد عبد الله يوجهها للاعب النادي الاهلي. والله يعني انا مش هتكلم كتير عشان ما اخدش الوقت احمد معاك في البرنامج، ولكن هتكلم في 3 نقط بسرعه جدا. مباراه طبعا احنا كمصريين نتمنى ان احنا نشوفها على مستوى يشرفنا كمصريين ويشرف البلد بغض النظر عن النتيجه، دي نمره واحد. نمره 2 بقى، انا بقى كراجل اهلاوي ومحب طبعا لنادينا الحبيب النادي الاهلي، بتمنى التوفيق والفوز لينا باذن الله، ولكن الماتش دون ملوش اي معايير وملوش اي مقاييس. والشطاره، معلش انا هقول كلمه يمكن انت بقى واحمد تقعدوا تفكروا فيها بعد كده، الشطاره من اي مدير فني، لان المفروض من المفترض اي مدير فني بيشتغل بيكون ربنا مديله موهبه غير الناس المشجعين او المشاهدين، يعني يقول يكون عنده افكار غير اللي هي موجوده عند الناس. فازاي واحنا بنلاعب نادي الزمالك، نمره واحد لازم نحترم فرقه نادي الزمالك لانهم عندهم مواطن قوه في الفرقه ومواطن ضعف، ولكن الشطاره من المدير الفني بتاعنا باذن الله ازاي يوقف نقط القوه اللي في نادي الزمالك، وازاي يحول نقط القوه دي لنقط ضعف. يعني هي محتاجه بقى شويه تفكير منكم، ازاي ان انا اوقف نقاط القوه في الفريق المنافس اللي احنا هنلعبه، وبعد ما اوقف نقاط القوه دي ازاي احول بقى نقاط القوه دي لنقاط ضعف. هسهل لكم شويه، واحد زي اشرف بن شرقي ده بيبقى لعيب كوره كويس، الهجمات المرتده هايل، ازاي انا اوقفه
وامنعه ان هو يعمل اي هجمه مرتده عليا. مظبوط. وفي نفس الوقت يبقى انا كده وقفت نقطه قوه. ونقطه القوه دي ازاي احولها لنقطه ضعف؟ ان انا اهاجم من ناحيته وانا معايا قوه. تمام. يبقى هو ده المنطلق او الفكر بتاع الماتشات الكبيره وبتاع الماتشات اللي هي بتجيب بطولات. اتمنى باذن الله التوفيق للاعبتنا، وانا عارف ان هم هيكونوا على قد المسؤوليه وهيكونوا مركزين، وباذن الله يعملوا ماتش كويس ويجيبوا لنا الكاس باذن الله. واحنا يا كابتن خالد بنشكرك، واكيد دي نصائح مهمه ورسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي. بنشكر الكابتن خالد جد الله نجم الاهلي السابق. شكرا يا كابتن خالد. شكرا. شكرا يا استاذ. رجعك للذكريات القديمه يا كابتن خالد. عاوز اقول لك احنا في الطريق كنا بالبيس رايحين طريق بالبيس، يعني الشباب بالبيس الصحراوي. فلما العربيات خبطت كان معنا كابتن ناجي برضو تقريبا. فلقينا كابتن المهندس الله يرحمه سياده العميد عدلي الوراق. كابتن خالد يلا نرجع. الصف دي شكلها كده بدايتها. يعني العربيات خبطت فيلا نرجع تاني. يلا يا كابتن خالد نرجع. وبعدين كابتن خالد طبعا يعني العربيات خبطت وخبطه جامده فاكيد متنرفز يعني. فيبص كده وعمال يلف حوالين العربيه، طب يعمل ايه؟ والتاني عارف ايه؟ يلا يا كابتن خالد نرجع. وانا قاعد ورا عارف الكرسي اللي ورا حرام عليك هتضيعني. فيعني دي بيبين العين الحلوه في المدرب بتاع الناشئين، وكمان اصراره لما يكون بيؤمن بموهبه صغيره عنده. صحيح. دايما النجم لما بيكبر بيفتكر كل الذكريات دي. كابتن بلال، يعني بنشوف الفتره دي مع موسيماني عدد كبير جدا من ناشئين النادي الاهلي بيتمرن، بيتم دفع بيه في مباريات الدوري في مباريات الكاس، فرص كبيره ما شفناهاش قبل كده على سنوات كبيره. صحيح. شايف الدفع بالناشئين كتير او الثقه اللي اداها الموسيماني لعدد كبير من الناشئين شايفها ازاي؟ بص، شو انا بحترم جدا وبقدر المدير الفني اللي يدي فرصه للناشئين بتوعه. كويس. اولا في اكتر من ميزه في الحته دي، او في اكتر من حاجه جيده في كون ان انت تدي الفرصه للناشئين الموجودين عندك. اولا من الناحيه الاقتصاديه. كويس. هفضلك من الناحيه الاقتصاديه، النهارده الاسعار بقت مخيفه جدا. انت النهارده ممكن تجيب لعيب امكانياته 60% وتدفع فيه رقم 20 30 مليون جنيه. تمام. وده رقم كبير جدا. جدا. النهارده ممكن اللعيب اللي موجود عندك في الناشئين يغطي لك الحته دي، او يكفر الحته دي، ان هو ممكن يبقى موجود لو عندك اثنين او ثلاثه من الناشئين، فانت بتتكلم في حوالي تقريبا داخل في 100 وشويه مليون. لان النهارده اللعيب اللي بتشتريه برده ب 30 مليون هو برده بياخد رقم مش قليل، من 7 ل 10 مليون جنيه تقريبا يعني. فلو انت بتتكلم في ثلاث لعيبه جايبهم من بره، فانت بتتكلم في حوالي 100 120 مليون جنيه. فدي اقتصاديا او ميزانيه كبيره جدا 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 الانديه في غنى عنها في حاله ان هو يعتمد على الناشئين. دي رقم واحد. الناحيه الفنيه، انت بتشتري لعيب بالظبط من وجهه نظري هو عامل زي البطيخه مع احترامي يعني. انت بتجيب لعيب ما بتبقاش عارف اذا كان هو ممكن هيتاقلم معاك ولا لا. اكيد بيتاقلم. يا لعيبه، بص يا كابتن اسامه، في عوامل ثانيه اخرى ممكن يتاقلم على كل المستويات، مش مصر بس، في العالم كمان. انت بتشتري لعيب ما بتعرفش اذا كان هيأدي معاك ولا لا. الا اذا كان لعيب مثلا سوبر ستار، وده لعيب مكسر الدنيا في كل حاجه واحسن لعيب في مصر قوي يعني. مثلا ممكن ما يوفقش. على سبيل المثال دي ماريا راح من ريال مدريد، راح مانشستر يونايتد لم يوفق. مظبوط. صح. لوكاكو جاي من نادي وكان هداف الدوري الانجليزي وكان افضل مهاجم في الدوري الانجليزي، راح مانشستر يونايتد ولم يوفق، وهكذا امثله كثيره جدا جدا جدا. فانت لما بتجيب اللعيب انت بتجيبه على بعض الحاجات اللي انت شايفها فيه، بتشوف فيه قدراته كامكانيات ولعيب، لكن هو مدى تاقلمه معاك دي بتعتمد على اللعيب نفسه مش عليك انت كنادي. انت لما بتجيب لعيب بقى من عندك من ناشئين، انت اللعيب ده انت اللي مربيه، هو حافظ الاجواء بتاعتك، اشتغل تحت الضغط، عارف سياسه النادي الاهلي، فبالتالي لما بيطلع فوق سرعان ما بيندمج بسرعه. بيبقى فرص اندماجه. السنه دي وانت يعني هسيبك تكمل النقطه دي، السنه دي فيه اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين. يعني شفنا زمان مدير فني هولندي للبراعم او قطاع الناشئين، او كان للبراعم بس. السنه دي بنشوف مدرب كان كورفر زمان طبعا. بس كان البراعم. السنه دي الاهلي بيعملها بقى يعني للقطاع كاملا. بروكش سي في قوي، شيكي عنده خبرات كبيره، بيحاضر المدربين ايضا. حلو. فالنهارده التطوير مش لاعبين بس، ده مدربين كمان. ودي نقطه ايجابيه جدا. دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها على يعني كيفيه تطوير القطاع الناشئ. لكن انا بكلمك على اللعيبه اللي بتطلع من تحت لفوق. فاللعيب اللي بيجي من تحت من الناشئين يعني، تمام، بيبقى فرصه تاقلمه مع الفريق الاول اسهل بكتير جدا، لان هو معتاد على الاجواء. وبعدين انت بتختار اللعيبه بعنايه، شايف فيه الكواليتي المظبوطه، الشخصيه الجيده، الامكانيات الاخلاقيه.
اخلاق السلوك كل الحاجات دي بالاضافه طبعا الى امكانياته الفنيه كل الحاجات دي انت بتقيمها وبناء عليه بتختار اللعيب. يطلع فوق يبقى له مكان او ملوش مكان بقى دي بتعتمد على المدير الفني. تمام بتعتمد على المدير الفني ومدى قناعته باللعيب نفسه. يعني النهارده لو حطينا ثلاث لعيبه مثلا للنادي الاهلي او كان عندنا تارجت كل سنه طلع اثنين لعيبه اثنين بس هيبقى في خمس سنين عندك فريق متكامل من النادي الاهلي من قطاع الناشئين من النادي زي ما كان بيحصل زي ما احنا كنا زمان كده انا وانت وامير عبد الحميد واحمد السيد يعني اسماء كبيره وادي خشبه وحسام غالي لعيبه كتيره جدا من قطاع الناشئين كونوا النادي الاهلي وحافظوا على شخصيه النادي الاهلي على عكس ما كل سنه انت بتقعد تشتري 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 وعندك 30 ل 40 لعيب وممكن ما يكونوش على قدر المستوى لكن هم دول المتاحين في السوق ما هي برضه خد بالك انت وانت بتشتري انت بتشتري المتاح غصب عنك مش انت ما بتنقيش انت بتشتري طبعا الافضل انت بتشتري المتاح يعني انت بتنقي الافضل مثلا في من المقصة من الاسماعيلي على حسب وعلى حسب كمان مدى تعاون الانديه معاك ومدى تقييمهم للسعر ففرصه كبيره جدا وانا بحيي علاء موسيماني ان يبتدي يبقى عنده عين ثانيه مختلفه يشوف بيها اللعيبه الناشئين اللي موجودين في القطاع تحت ودي حاجه جيده جدا اللعيبه بتاخد ثقه سعرها بيعلى خد بالك يا كابتن اسامه زي ما حصل قبل كده ممكن تودي لعيب وتجيبه ثاني يعني تطلعه حته الاعارات دي تطلعه عندك فالناس تشوفه فيبتدي يبقى مطلوب بره بلغه الكور بالبلدي كده يستوي او ينضج كلعيب وترجع انت تجيبه ثاني دي النقطه المهمه جدا بمعنى النهارده ممكن يبقى لعيب عندك وما بيشاركش فالنهارده زي محمد فخري زي شادي رضوان بداوا يظهروا بشكل مميز السنه الجايه ممكن فرصهم قليله شويه اعاره لنادي البنك الاهلي يلعبوا بصفه مستمره ممكن هديك تابعهم وترجعهم تاني وشفنا اكرم توفيق محمد شريف لعيبه كتيره جدا ناصر ماهر وزمان كان مثلا حسن مصطفى لما ماشي ورجع اسماء كتيره جدا هقول لك على حاجه اللعيبه دي فخري شادي مثلا يعني لو ما كانوش لعبوا الوقت القصير دي كان حد ممكن يفكر فيهم بالشكل ده؟ لا النهارده كنت هتتعب كتير جدا كنادي اهلي عشان تسوقهم وكان ممكن ما تلاقيش فرق بتطلبهم ممكن لكن كون قناعات النادي الاهلي بالاسماء دي ده بيديهم فرصه كبيره جدا في الدوري ان هم يتسوقوا بسهوله جدا 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 وبيدور عليهم الانديه يعني الانديه اللي عندها امكانيات وقدرات مظبوط يعني النهارده النادي البنك الاهلي داخل بقدراته وامكانيات سيراميكا داخله بقدراته وامكانيات الجونه عنده قدراته وامكانيات لو اللعيبه دي ما ظهرتش مع الفريق الاول في النادي الاهلي كناحيه على الاقل كناحيه تسويقيه مش هتلاقي اللعيبه دي بعد كده في الدوري الممتاز هتلاقي اللي بيطلبها فريق درجه ثانيه فريق بينزل فريق بيهبط فريق ما عندوش امكانيات ماديه مش هيقدروا كمان ان هم من خلال الفرقه دي ان هم يعني من اهم المحطات في حياه بلال وانا لسه بتكلم عن مرحله الناشئين لسه هتكلم دلوقتي عن الفريق الاول والنهائي الافريقي باستفاضه دلوقتي مباراه احمد بلال امام الزمالك كمان ومباراه السته كنت انت احد اللاعبين المشاركين فيها من اهم المحطات الكابتن خالد عبد الله قال مع الدكتور محمد علي رحمه الله عليه كان كاس العالم للناشئين وذكريات كاس العالم للناشئين وكان بلال برضه متالق وبيحرز الاهداف في البطوله دي كانت على ارضنا كمان في مصر كاس افريقيا كاس الامم الاول افريقيا الاول خدتوها في بوتسوانا صح كنت انا هداف المنتخب برضو في البطوله دي وكانت بطوله بس هي للاسف ما كانتش بطوله مذاعه يعني احنا حظنا ما كانش لسه في تلفزيون شايف الصوره دي ده الجيل ده الجيل بتاعنا ده جيل 80 دي حقيقه هاني لعيبه النادي احمد بكرامي رحمه الله عليه وهاني سعيد واشرف ابو زيد وياسر علي واحمد بلال دول احنا خمسه اساسيين من لعيبه المنتخب المصري غير اللي اتصاب كان احمد فهيم معانا واتصاب كان برضو من ناشئين النادي الاهلي كان جيل بصراحه يعني دكتور محمد علي الله يرحمه يمكن كان بيحارب وبيقاتل عشان الجيل ده احنا خدنا سادس عالم في البطوله دي اتغلبنا من اسبانيا في المباراه النهائيه وسجلت انا هدف برضو في في كاسياس هدف برضو يعني من الاهداف اللي ما تتنسيش يعني في تاريخ الواحد لان انت بتلعبش كاس عالم كل خمس دقائق يعني تلعب كاس عالم كل مره في العمر تقريبا يا وانت كبير وما بتحصلش غير كل 60 سنه كل 25 سنه ابويا الله يرحمه ما عاصرش مصر راحت كاس العالم يا وانت صغير بقى في الناشئين لو ربنا كرمك وايه خدت بطوله من البطولات يعني فخد بالك ودي برضو من الحاجات اللي بتخلي المدربين بقى في الدرجه الاولى او الناس اللي بتشتغل في مجلس الاداره او تحط يقدروا يقيموك صح لما بيشوفوك في بطوله زي كده بطوله دوليه بيعرفوا بقى ساعتها بقى هل انت الكواليتي المناسب انك تلعب في الفريق او في النادي الاهلي ولا لا
لان دلوقتي غير زمان. دلوقتي ممكن لعيب يبقى 50% نص كواليتي يلعب في اي حته، ما فيش مشكله. لكن زمان عشان كنت تلعب حسام حسن موجود، احمد فليكس موجود، علي ماهر محتاج يعني ربع فرصه. بص انت مش محتاج ربع، محتاجهم يموتوا. محتاج تدريبه. محتاج يحصل زلزال عشان تلعب. كانت زمان الفرصه للناشئ صعبه انك تدخل في وسط النجوم الكبار دي، فعشان كده لما كانت الفرصه بتيجي. هقول لك على حاجه يا اسامه، بمناسبه الفرص بتاعه الفريق الاولي. لما جه بعد طبعا طول لعب كاس عالم ومنتخب اولمبي، بلعب منتخب اولمبي ما بلعبش في الفريق الاول في الاهلي، وانا اللي جنبي بيلعبوا اساسيين في 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 انديتهم. وانت بتلعب منتخب اولمبي وما بتلعبش الفريق الاول، مش لان انت وحش، لا لتكدس التخمه اللي موجوده. بقول لك احمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر كوشري واحمد كوشري وعلاء ابراهيم وليد صلاح الدين، يعني في مش عايز انسى حد تاني يعني، بس يعني اسماء اسماء يعني. عارف انت ايه وانت قاعد بره؟ والله كان في وقت من الوقت بلعب منتخب اولمبي كده، قاعد كنت بتفرج على تمرين الفريق الاول، فقاعد ماسك الحديد، كان في سور حديد قدام باب النادي، فقاعد كده بتفرج على التمرين بتاعه الاهلي، بتفرج على حسام حسن وكشري وفيليكس وعلي ماهر وكان علاء ابراهيم لسه منضم حديثا. طب بقى عندي 18 سنه وشويه، هروح فين؟ هطلع فين انا؟ هطلع فين وامتى؟ عارف الافكار تحس ان الدنيا ضلمه كده، ايه ده؟ في ايه الناس دي؟ يعني كم نجوم كانت غير طبيعيه، غير طبيعيه. ربع ساعه هي اللي لعبتها مع الفريق الاول. يعني تخيل انت مثلا الفرصه اللي بتاخدها عشان عشان يقدر المدير الفني يحكم عليك، ربع ساعه. طلعت مع مستر تسوبل كده اول ما جه، كان في مباراه وديه والله ما في حتى، كان مع شبين، شبين في شبين انا فاكر. فرحت قال لي بص هتلعب تلت ساعه. كان الله يرحمه كابتن صوت بطل هو مدير الكوره يعني. قال لي بص تلت ساعه. قلت له كابتن تلت ساعه؟ اعمل ايه؟ قال لي هم تلت ساعه. والله يا كابتن اسامه لعبت التلت ساعه دي وكنت موفق فيها جدا جدا جدا. وعارف انت بقى لما المدير، عارف انت قاعد من بعيد مستني الراجل يجي يقول لك كلمه، اي حاجه، اي كلمه حلوه بس يحفزك بيها عشان تنزل. فمطبطب عليا كده قال لي كويس بالعربي كده، عارف تسوبل كان كويس كويس الحمد لله شكرا. برضه هو يعني اول مدرب كان صعد الفريق الاول كان سوبل، وكان دايما بيحب الناشئين وبيصعد للناشئين. اكيد ذكريات حلوه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى اسال ضيف الكابتن احمد بلال عن النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك. الكابتن بلال شايف النهائي الافريقي ازاي؟ خاصه مباراه، يعني مش عايز اتكلم عن الفنيات دلوقتي، لسه هتكلم معاك عن الفنيات، لكن فيها ضغط عصبي كبير. اللعيبه اكيد بتتابع السوشيال ميديا، بتشوف اراء الجمهور، التليفونات، الرسائل، كل الكلام ده. يعني طول اللعيبه خاصه يعني في مباراه عليها ضغط كبير جدا، ما ينفعش اللعيب ينزل وعليه كم الضغوطات دي كلها. بص بشوف النهائي الافريقي مباراه صعبه سهله. صعبه سهله. صعبه جدا. طول ما انت حاطط عليك ضغط، طول ما انت متابع للاراء بتاعه السوشيال ميديا وللميديا بشكل عام، وان المباراه صعبه جدا، وان الزمالك هي عنده فريق امكانياته وقدراته عاليه جدا، وان في ضغوطات على لعيبه النادي الاهلي والى ذلك، كل ده بيصعب من المباراه. سهله جدا لو خدت المباراه كمباراه 90 دقيقه تقدر تشتغل فيها بشكل كويس، تقدر تتبع تعليمات المدير الفني اللي هي من وجهه نظر الشخصيه هتكون مهمه جدا جدا جدا، زي يمكن قال كابتن خالد جدلة من شويه. هتبقى تعليمات المديرين الفني وحضور المدير الفني في المباراه دي تحديدا هيبقى مهم جدا ومفيد جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي. ان يكون المدير الفني موفق في التشكيله موسيماني ان شاء الله، في التشكيله اللي في البدايه اللي بيحطها، وكمان التغييرات على ثلاث حاجات يا اسامه. اولا موفق في التشكيل. تاني حاجة موفق في المهام اللي هيديها للعيبة داخل الملعب، بعض الحاجات الصغيرة، المهام الصغيرة، التحركات العرضية، اللعيبة اللي هيديها حرية الحركة في النواحي الهجومية، اللي هيديها مثلا مهام قليلة في النواحي الدفاعية، دي حاجات بتبقى مهمة جدا 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 للعيبة داخل الملعب في المباريات التقيلة دي. التوفيق رقم ثلاثة في التغييرات بتاعته. سواء إذا كانت التغييرات الداخلية أو الخارجية، ممكن في وقت من الأوقات يبقى يعمل تبديلات ما بين اللعيبة وبعضها. يحط لعيب من ناحية اليمين يغيرون الشمال على اساس السرعات اللي موجوده او الثغرات اللي موجوده، يمكن في لعيب ممكن يبقى بطيء في نادي الزمالك او قليل، وعندنا لعيب مثلا ناحيه اليمين حسين الشحات، لا نغير الحته دي او يغير اللعيبه ويلعب الافو عندنا عند الاقل فوقان الناحيه الثانيه، فبالتالي يبقى تغييره داخل الملعب تفيد لعيبه النادي الاهلي. فحضور المدير الفني وفكره داخل الملعب وذكائه لاداره المباراه
هتسهل كتيرة جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي داخل الماتش. انت كابتن احمد بلال لعب اكيد لعب مباراه اهلي وزمالك كتير. المباراه اللي ما تنساهاش طبعا مباراه 6-1 طبعا 6-1 طبعا رغم انك ما سجلتش فيها. انا صنعت يعني صنعت الدور مهم مع خالد بيب وقتها. الهدف الاول كنت مشترك فيه. انا اللي اديت انا اللي بصيت الكره لحسام غالي اللي صنع منها ما تعرضوا لنا الاهداف كده اللي صنع شوية. منها لرضا شحاته. الهدف الثاني خالد بيبو تمام. لا دي مباراه ثانيه غير السته دي. الهدف الثالث لا دي اللي انت سجلت فيها. المباراه دي انتهت 2-1 دي بالظبط. انا السته يعني انا شاركت يعني صنعت هدف وشاركت في صناعه هدفين. الكورنر انا طلعت مع عبد المنصف وكانت بتعليمات على فكره من مانويل جوزيه. يعني هو يعني واحنا بنتكلم واحنا على فكره في المحاضره فقال لي بص اي كورنر هيجي خليك انت تطلع مع عبد المنصف بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يتعامل مع الكرات العرضيه بسهوله. لو انت شفت الهدف الثالث اللي سجلناه اللي سجله ابراهيم سعيد هتشوف انا طلعت مع عبد المنصف جامب يمكن انا كنت طوله تقريبا يعني هتشوفها لو جت هتشوفها يعني. فشاركت في صناعه هدفين وصنعت هدف لخالد بيبو في المباراه دي. فانا بعتبرها ان انت طالما شاركت في صناعه الاهداف او شاركت او صنعت هدف في مباراه زي كده يبقى انت كان ليك حضور داخل في الاخر داخل الملعب. النادي الاهلي هو اللي فاز كسب. طبعا. انا بتكلم على الحاجه الشخصيه. ده الهدف الاول ده الهدف الثاني. انا اللي طالع مع عبد المنصف لو اخدت بالك. التفاصيل الصغيره ده يا بلال بتفرق. انت بتقول لي مانويل جوزيه قال لك النهارده في الكره هات العرضية. بس عيد العيد بتاع عبد المنصف كده. هات الهدف الثاني اللي كان من كره ثابته لما احمد بلال لما طلعت مع عبد المنصف. ده كانت تعليمات على فكره. يعني تعليمات من مانويل جوزيه. انا بتكلم من هل التفاصيل الصغيره يعني حته تفصيله صغيره او ملحوظه من مانويل جوزيه بيقول لك تطلع نتج هدف. هدف بالظبط. هدف. انت بتشتغل في حاجات المدير الفني خلاص. انت بتدرس انت وانت لعيب بتركز في المهام بتاعتك الشخصيه. بتركز في فكرك انت. هتشتغل ازاي. لكن في تفاصيل صغيره المدير الفني زي التعليمات الصغيره يعني مثلا ايه الكره الكورنر لازم تطلع مع عبد المنصف وتخليك قدامه تمام بحيث انه ما يقدرش يتعامل مع الكره بسهوله. تمام. فانت لما عملت الحته دي تسجل جه منها الهدف الثالث اللي سجله ابراهيم سعيد. فدي الحاجات الصغيره اللي احنا بنتكلم فيها. ازاي انت تاخر نفسك يمكن دي الاهداف. هات بس دي الكوره. ايوه انت بتقول عليه ده الخروج ده اللي انا طلعت فيه مع عبد المنصف. وده دي التصليحه اللي صلحتها لخالد بيبو. دي بتاعت خالد لا وكمان بتحطها له يعني على انه يشوط على طول من نفسه واحده بنالتي. هي دي. ايوه لو ما طلعتش مع عبد المنصف كان مسك الكوره بايديه مستريح جدا مكان فاهم. وده الصناعه بتاعت خالد بيبو. ده طبعا عايز اقول لك المباراه دي كان ممكن تنتهي 5-6 7-8 مستريح. يعني كان ممكن يبقى ريكورد. وعايز اقول لك على حاجه ان مانويل جوزيه بعد الماتش لمكوا بعد المباراه. انت متخيل احنا داخلين الاوضه مثلا المفروض يزغرط. انت كسبان الزمالك يعني 6-1 وريكورد عالمي مش هيتكرر مره ثانيه اطلاقا يعني. فالراجل داخل زعلان ممكن تكسبه اكتر من كده فيها 3-4 اهداف. طيب انت بتلعب برضه نادي الزمالك ما بتلعبش نادي قليل. ومع ذلك انا بوريك عقليه الاجانب يعني عقليه المدير الفني الاجنبي. لما يكون قادر انك تضغط وتكسب الفريق الخصم ما تترددش. لان اللحظات دي مش هتتكرر تاني. هو ده كلامه على فكره. انا الكلام اللي بقوله ده كلام مانويل جوزيه. انك انت اللحظات دي ما بتتكررش في التاريخ اكتر من مره. لما تكون قادر تسجل وقادر تصنع تاريخ اكتر لازم تعمل الكلام ده. وده نصيحتي للاعيبه النادي الاهلي يعني. وعايز اسمع برضه نصيحتك لعيب النادي الاهلي. نادي الزمالك نادي كبير عنده نقاط قوه. لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها من ايه يوم الجمعه. هسمع رد ضيف الكابتن احمد بلال ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن بلال اكيد في نقاط قوه في نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي محترم عنده لعيبه كويسه. لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها من مين يوم الجمعه؟ طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ووصوله للنهائي الافريقي ده يدل ان انت بتتكلم انت قدام فرقه كبيره. فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات وعندها لعيبه على مستوى عالي طبعا. وده وضع طبيعي يعني. مفيش فرقه بتصل للنهائي الافريقي كده يعني بعشوائيه يعني. طبعا عنده نقاط قوه متمثله من وجهه نظر الشخصيه يعني في الثلاثي يعني فرجاني ساسي زيزو وبن شرقي وطبعا والمانترجم بتاعهم مصطفى محمد. وده يعني مترجم الهجمات يعني. ولكن انت بتتكلم في الثلاث لعيبه اللي تحت الفرود هم دول اللي تلاقيهم في وقت الازمات. هم دول اللي بيحلوا المواقف. هم دول اللي بيوصلوا نادي الزمالك لانه يسجل اهداف. هم دول اللي بيصنعوا الاهداف. يعني بن شرقي زيزو عندهم سرعه عندهم مهاره
فرجاني ساسي، لعيب عنده رؤيه في الملعب، بيعمل يعرف يعمل ثرو باس، مش محتاج انه يجري بالكره كتير، بيعرف يلعب على الجول بشكل كويس، هو اللي سجل الهدف التعادل في مباراه الرجاء اللي فاتت. فدول الثلاث لعيبه ومعاهم مصطفى محمد المان تارجت بتاع الزمالك، هم دول الاقوى من وجهه نظري في عند لعيبه نادي الزمالك. هم فرقه تكاد تكون مكتمله العناصر، يعني عندهم عناصر جيده في كل المراكز، ولكن ايضا عندهم نقاط بعض نقاط الضعف. لكن ازاي تشتغل على اللعيبه دي؟ ازاي تشتغل على فرجاني ساسي؟ ازاي تشتغل على بن شرقي؟ ازاي تشتغل على زيزو؟ ازاي ما تديش فرصه لمصطفى محمد ان هو يشتغل في الكرات العرضيه؟ دي مهمه المدير الفني وتعليماته، وايضا مهمه وتركيز اللعيبه. مش كل حاجه المدير الفني يا اسامه هيديها للعيبه، انت مش هتحفظه كتاب. انت النهارده ده عليك دور مهم كلاعب في الملعب. انت اتفرجت اللعيبه شفتها، حافظ دورك الاساسي، الدور الهجومي والدور الدفاعي، ممكن في بعض الاوقات تتخلى عن بعض الادوار الهجوميه في سبيل انك انت تحافظ على الادوار الدفاعيه بتاعتك. يعني لما توقف حركه، او لما توقف خطوره نادي الزمالك عن طريق بن شرقي واحمد سيد زيزو، انت كده اوقفت حركه مصطفى محمد. قوه كبيره من الزمالك طبعا. عايز اروح لرساله مهمه جمهور النادي الاهلي، رساله بعتوها للاعبين، يافطه كبيره مكتوب عليها اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. الجيل الحالي للنادي الاهلي لو مسكناه كده بالحصر كده وبدانا نشوف اللاعبين، اللاعب الوحيد اللي خد بطوله دوري ابطال افريقيا هو وليد سليمان. مظبوط، اخر بطوله 2013 وليد سليمان. طبعا احمد فتحي خلاص يعتبر رحل من النادي الاهلي، يعتبر وليد سليمان. هل النهارده هي دي الرساله اللي قدامنا زي ما حضرتك شايفها يا كابتن بلال؟ اكتبوا اسماءكم باحرف من ذهب في تاريخ الاهلي. هل ده دافع لعيب النادي الاهلي النهارده لما يبقى الجيل ده، وانت يعني كنت من الجيل المشارك في 2001 وحققت بطولات مع النادي الاهلي، وفي كل بطوله اسم يعني بتحقق النادي الاهلي اسمك بيتكتب في التاريخ، صحيح. ده دافع لعيب النادي الاهلي؟ دافع كبير جدا جدا. بص، فرصه كبيره للجيل اللي موجود، مسانده غير طبيعيه من الجمهور، تحمل الجمهور اخفاقات كتيره جدا، او عاد او سوء توفيق او ايا كانت الظروف، ولكن انت جمهور النادي الاهلي كان مراعي جدا جدا ان النادي الاهلي ما حصلش على البطولتين الافريقيتين برغم وصول النهائي. مش هنتكلم عن التحكيم وهنتكلم عن الحاجات الكتيره جدا، لكن الجمهور تحمل وساند بشكل قوي جدا جدا جدا، والنهارده بيساند لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فرصه ذهبيه لعيبه النادي الاهلي للوصول للمباراه النهائيه، للحصول على البطوله. بتلعب نادي الزمالك، اللعيبه دي كتير كتير من اللعيبه دي لعبت قدام نادي الزمالك وكسبت النادي الزمالك، سواء كان في السوبر المصري او كاس مصر او الدوري العام المصري، او حتى ممكن في لعيبه في بطوله افريقيا ممكن تكون شاركت مع وليد سليمان برضو وكسبت نادي الزمالك. فعايز اقول ان ده وقت القتال داخل الملعب. احنا مش هنتكلم على التعصب ولا العصبيه، احنا هنتكلم ان دي مباراه كره قدم. اللعيبه دي لازم تعرف ان ممكن ما يتكررش النهائي الافريقي ده مره ثانيه. احنا بنتكلم ده اول نهائي افريقي بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ، اول نهائي افريقي. ممكن في لعيبه من بعض اللعيبه دي ممكن ما توصلش النهائي مره ثانيه، لا قدر الله، يعني لان كره القدم فيها تغييرات كتيره جدا. ولكن طالما وصلت، طالما جات لك الفرصه انك توصل وتلاعب نادي الزمالك، انت بتتكلم في اكثر من بطوله، مش بس بطوله افريقيا، بطوله افريقيا بتلعب نادي الزمالك الغريم التقليدي، بتكسب نادي الزمالك في مباراه لن تتكرر او احتمال لن تتكرر فيما بعد الا مثلا بعد عشرات السنين. فالنهارده فعلا يجب على اللعيبه ان هي تدرك ان فعلا دي فرصه من ذهب. فعلا فرصه من ذهب انك تكسب البطوله الافريقيه دي. الاهلي مؤهل بشكل كبير جدا جدا جدا، بنعول على جمعيه الاداء بتاعه النادي الاهلي، بنعول على امكانيات وقدرات المدير الفني، بنعول على الروح بتاعه النادي الاهلي القتاليه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، بنعول كمان على الاداء بتاع لعيبه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه داخل الملعب. دي الحاجات اللي احنا مش هنتكلم على الجزء الفني، انا هكلمك على الجزء المعنوي. اللي مع الجزء المعنوي قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. طبعا دي مش عايزه طبعا كلاعب تكون موفق في أكيد اليوم ده، اكيد تكون لعيب كويس والكره مش ماشيه معاك، او الدنيا وفي يوم بتلاقي حس انك انت كرة ماشيه معاك، كل لعبه بتلعبها الدنيا ماشيه معاك، وكمدير فني توفيق لاعبين وكمدير فني. عايز اقف عند حته الروح. الروح دايما اللي بتميز النادي الاهلي، صحيح. بتميز الاجيال زي ما بيقولوا، روح الفانيلا الحمراء بيتناقلها او هي سر دايما البطولات في النادي الاهلي. عايز اقف شويه عند الروح. بمناسبه الروح هفكرك كده،
قريب مش من بعيد لما جه فايلر وكان بيلعب السوبر مع النادي الزمالك. كل الاقاويل وكل الجرايد وكل الاشياء كانت بصالح نادي الزمالك. كل الناس النادي الاهلي المستوى قليل، النادي الاهلي فيه تغييرات كتيره جدا، النادي الاهلي فيه لعيبه مصابه، النادي الاهلي الماتش ده مش بتاع النادي الاهلي. ولكن اثناء المباراه لقينا شخصيه، لقينا روح قتاليه في الملعب، لقينا جماعيه في الاداء، وهو ده اهم ما يوازن. ممكن يبقى عندنا، ممكن يبقى عندنا ما عندناش لعيبه حريفه مثلا، ممكن ما يبقاش عندنا اللعيب اللي بيفرق، لكن لما يبقى عندك فريق جماعي عنده روح، اعتقد دي ممكن تعوض حاجات كتيره جدا جدا في كره القدم. ياما شفنا لعيبه كتيره، فرق كتيره جدا عندهم الاداء الفردي عالي جدا، ولكن على المستوى الجماعي الاداء قليل. هات لي مثلا، انا هديك على سبيل المثال يا اسامه، باير مونش. لما تيجي تشوف سوبر ستار مش هتلاقي حد مثلا ممكن ياخد احسن لاعب في العالم. الفريق هو السوبر ستار، لكن الفريق هو سوبر. جماعيه الاداء، الروح اللي بيلعبوا بيها، هو ده اللي احنا يعني ده اللي احنا بنتحدى بيه. روح لعيبه، روح الفانيلا الحمراء، روح لعيبه النادي الاهلي داخل المباراه، جماعيه الاداء داخل بتاعت لعيبه النادي الاهلي، هي دي اللي ممكن تعوض حاجات كتيره جدا، ودي اللي ممكن يعني تدينا الدافع القوي لمكسب مباراه الزمالك في النهائي الافريقي. ففي حاجات كتيره جدا ممكن تغنيك عن الاداء الفردي، الاداء الجماعي والروح القتاليه والعزيمه والاصرار والهدف اللي بتشتغل عليه. ولازم اللعيبه وهي بتلعب وهي داخله المباراه ما تنساش الجمهور، الحافز الكبير المهم اللي قاعد مستني بطوله كبيره غابت عن النادي الاهلي من حوالي 7 سنوات. يعني طيب، واحنا بنتكلم عن الفنيات باستفاضه، عايز اروح لاخر نقطه ودايما من النقط المهمه، ممكن ما بتبانش للجمهور، ان الجمهور دايما بيتكلم بلغه الحماس والروح وعايزين نكسب البطوله، لكن النواحي النفسيه والاستعدادات النفسيه للاعبين قبل المباراه، ليله المباراه، استعدادك وانت داخل المباراه، ما ينفعش اوصل للمباراه وانا عندي العصبيه او عندي الامور فيها صعوبه، لا لازم اكون عندي تركيز عالي، تركيز بنسبه 100%، ولكن مع ده كله لازم يكون عندي هدوء عشان اقدر اشتغل زي ما المدير الفني بيقول. خد بالك، دي هترجع دي عشان توصل للحته دي محتاجه 3 حاجات مهمه. يعني اولا المدير الفني له عامل مؤثر كبير جدا في حته ان هو ازاي يخرج اللعيبه من الاسترس، ازاي يحطهم في اجواء هاديه ما قبل المباراه. اللعيبه الكبيره اللي عندهم خبرات، اللي لعبوا مباريات كبيره جدا سواء اذا كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او المستوى الدولي، دول برضو بيبقى ليهم عامل مهم جدا في الكلام. انت عارف يا اسامه، احنا زمان بنلعب كنا نجتمع مع بعض يا جماعه المباراه، عايزين ناخد المباراه بسهوله، هي مباراه كره قدم 90 دقيقه داخل هي الملعب، هي مباراه كره قدم بالظبط، هي مش اكتر من كده بالظبط، هي مباراه كره قدم. هو وارد لا قدر الاهلي يخسر المباراه، ما خسرش كل حاجه. الاهلي هيبقى برضه ما زال الاهلي البطل الاكثر تتويجا، الاهلي هو ما هيبقى ما زال برضه اكثر الفرق الافريقيه تتويجا بالبطولات الافريقيه لو لا قدر خسرنا المباراه، لان هي في الاول وفي الاخر المباراه تعتمد على توفيق ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت، وعلى ثم اداء اللاعبين داخل الملعب وحالتهم النفسيه. ثالث حاجه، كل لعيب لازم يبقى واثق في قدراته وامكانياته. لو انا واثق في قدراتي وامكانياتي، بالتالي حته الرهبه والخوف والقلق مش هتبقى موجوده. هم دول اهم 3 عناصر يخليك تدخل المباراه وانت عندك احساس ان انت هتؤدي بشكل جيد. ادي بشكل جيد، اعمل اللي عليك، ثم التوفيق لله سبحانه وتعالى. انت بتشوط ساعات، انت شوط الكوره تيجي في العارضه وواحد تاني تقلش تخش جول، ده التوفيق اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده التوفيق وعدم التوفيق. استمتعنا براك كابتن بلال، شرفتنا ونورتنا، ودايما اراك يعني محل اهتمام. الله يخليك، تسلم يا استاذ، ربنا يكرمك، انا سعيد بيك. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يعني اراء مهمه من نجمنا النهارده كابتن احمد بلال. كل التوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي يوم الجمعه والجهاز الفني وكل الدعوات ليهم. ما زال الحديث مستمر عن الاشبال داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولكن الاسبوع الجاي استنونا وحلقه جديده من برنامج الاشبال.